أطلقت أليسكو الدورة الثالثة من جائزتها للمحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة، وهي مفتوحة أمام مؤسسات ورواد أعمال شباب من المنطقة العربية. في إطار المبادرة الإقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية، أطلقت أليسكو برنامجاً لبناء قدرات مجموعة من النساء الريفيات في تونس، وتناولت الورش حتى الآن مواضيع تتمحور حول الطاقة المتجددة في المناطق الريفية. أصدرت أليسكو حديثاً التقرير الإقليمي لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، والذي تقدم من خلاله تقييماً للأجندة والتقدم الذي أحرزته في الدول العربية في السنوات الخمس الماضية. تابعوا المزيد على قناة أليسكو على يوتيوب وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.